انا بدل ما اضيع وقتي واشتغل مع البوست جريم بالشكل ده واكزامبل اكزامبل، انا هرجع للاصل. احنا كنا عملنا حاجه اسمها ماي سيكوال امبلويز، وكان معمول في كل عمليات الكونكت بالكرييت بالابديت بالجيت بالديليت بكل العمليات، اللي هو كان الكومبليت اكزامبل او الكومبليت بروجكت اللي بيعمل كراد اوبريشنز على الامبلوي اللي جوه الماي سيكوال. قلت له ماشي انا هاخد من ده هو بس اشوف هسمي ده بوست كريز، مش هفسر بوست كريز سكيل. قلت له اوكي، اولا هنا هنرجع على مين؟ هنرجع على اسمه ده البوست جريد اللي كان اسمها كده بيسيك اوبجي 2 كلاس، هو السيرفر باي دي بي كان اسمها باي دي بي 1 والباي يوزر والباسورد باي يوزر. تمام، وادي البيانات بتاعتنا سيرفر، وهنا دي الميتا داتابيز اللي بتبقى كامله، يوزر زي ما هي بس اللي بتبقى كامله، وبعد ده الداتا بس خلاص. يعني لما كان بيقول كونكت تو ماي سيكوال اقول له اسف احنا اسفين عليك يا عم، كونكت تو ماي سيكوال يعني، بس انا يعني خلينا دلوقتي نعملها بس الاول بص دي، وبعد كده ممكن اعمل لكم واحده ثانيه يبقى الاثنين مع بعض وانا بسويتش المشكله يعني، ماشي مشكله خالص. لكن هنا انا اقول له احنا مش شغالين على دي، احنا شغالين على دي كونكت، وبعتنا الهوست والداتابيس، بعتنا اليوزر والباسورد وخلصنا، بعتناهم وهيكونكت وهي وهيخلص. وادي الكريت، عند الكريت طبعا بتاعتنا احنا كنا مغيرين فيها، فانا مش هحرق وقتي، راح اخدها من هنا على طول، لان احنا اوريدي عدلنا الكريت اللي هي هنا مش هنعرف فيها وقت تاني مظبوطة. طيب ال اد اللي هي انسيرت اي دي والنيم والتمبو السالري، انسيرت انتر بليز فاليوز كذا وكذا وكذا. هل جملة الانسيرت دي فيها أي تغيير يا شباب؟ دي عندي مفيش إن شاء الله أي تغيير، هي جملة كما هي بتمشي معانا في الماي سيكوال في الاسكول سيرفر في البوست جري في الاوريكال داتابيس، الجملة كما هي إن شاء الله. وعمل ران كومنت على فكره، والسلكت هي هي، ودي برضه هي هي، والديليت هي هي، والابديت هي هي. سبحان الله، ران كومنت، ران كومنت اللي عليها التريك كله، لان هي الشغل يبقى كله كان شغل. هو بيجيب الكيرسر وكونكشن من كونكت تو ماي سيكوال، اقول له لا من كونكت تو ايه؟ ما غيرش الكونكشن، خلينا نغير اسمه كونكت تو بوست بي. فهنا هقول له لا كونكت تو بوست جري، كيرسور بيكزكيوت وبيكوميت وبيطلع المسج، الكلام ده كله صح. انا هنا حتى مش هعمل التفصيل ده، انا هعمل اكسبشن وخلاص، فمش معايا كل اللي جاي بعد. وهنا رول باك، انا ما غيرتش حاجه زي الفل. وهنا كونكت على بوست جري بس، واللي هنا هخليه على اكسبشن وران كوي وخلاص. ده غيرته يعني، ما غيرتش اي حاجه تقريبا، تقريبا ما غيرتش اي حاجه الكونكشن، مش تقريبا هو فعلا ما غيرتش اي حاجه الكونكشن، راعيت بس انواع البيانات. طب ما عادي، المشكله مش هي المشكله خالص. نجرب، لا لسه في عندنا لازم الكودنج اللي هو هنكلم الكلاس ده ونشتغل عليه. طب كنا عاملين كولنج فين؟ انا مش فاكر، لكن هرجع ادور اشوف كنا عاملين كل كامل اللي موجوده على الماي سيكوال. ذلك انا يعني هاخدها نفس الفكره. ايوه هي دي تقريبا، ايوه هي جميله دي جدا، واقوم جاي سايبها سبعة وثمانين، بس مش هنادي على ماي سيكوال، انا هنادي على اسمها بوست
جرين انفريز، وريت على انفريز وما غيرتش اي شيء في اي شيء، سيب كل حاجه زي ما هي واجرب واشوف البومب اللي هيحصل في وشي زي ما انا هو زي ما هو عايز. ما غيرتش اي شيء فعلا يعني، ولا هناك برضه اعتبر ما غيرتش اي شيء غير انواع البيانات. تعال بسم الله نجرب سؤال. طبعا حتى العنوان بتاع الطباعه معلش هو ده نغيره بعد اذنكم يعني، يعني هو ده اللي هيغير حاجه، هو مش هيغير حاجه. ترو بوست جري اس كيو ال. وما ادراك بالداتابيز دي، الداتابيز دي من اقوى الداتابيز يا جدعان، داتابيز قويه جدا في ريليشن داتابيز، مش اي حاجه، شغل شغلها تقيل حلو جدا، داتابيز حلوه جدا يعني. انا لو اقيمها اديها احلى من الاس كيو ال سيرفر 100 مره، واديها احلى من الماي سيكوال، وهي فعلا ناجحه عن الاوراكل داتابيز في حاجات، يعني الموضوع مش سهل. على العموم هريران ادي بوست الـ SQL database، هاي الـ create new employee، قلت له ايوه انا create new employee رقم واحد تمام. هيقول لي دخل رقم الموظف، قلت له مثلا اديله موظف رقم واحد اسمه قلت له احمد، الجوب مثلا مستر، السالري 15 ضرب، مش مشكله خالص، هروح اراجع. قال لي انت بتعمل كونكشن ما لقيتش حاجه اسمها دي بي، قلت له يمكن غيرنا اسمها خلينا داتا بيز متهيألي على ما اتذكر، وبعد كده ما غيرناهاش بس مش اكتر من كده يعني. يعني لو رجعت كده هتلاقينا واحنا بنعمل كونكشن مش على ماي سيكول طبعا، على البوست دي هتلاقينا غيرنا اسمها خلينا تيم الداتا بيز كلمه كامله يعني، مش بس دي بي يعني. انا ممكن اغير حاجه من الاثنين، يا دي يا دي يعني زي ما انت عايز. قلت له ماشي، يعني هي ضربت في دي مش مشكله، نرجع تاني نعدي عدلناها بس وارجع اقول له عايز اكريت لي يوم تلاقيه رقم واحد اسمه احمد، الجوب قلنا تيستا تمام. قال لي باوت انت غير داخل انت بس، قلت له صح انا قلت له غيرتهم والله، يعني مش عارف ايه اللي خلاني اصلا العب في مسمياتهم. باود يا عم زي ما كانت والله، رجعتها زي ما كانت على فكره، انا ما يعني ما تمسكتش برايي ولا حاجه، رجعتها زي ما كانت. واحد الموظف رقم واحد اسمه احمد، سالري رد عليا قال لي الموظف الضابط، قلت له لا انا لازم اروح اتاكد من الداتابيز نفسها. ماشي يا عم، رحت على الكليس كده كليك كمين وقايل له ايه؟ وهقول له فيو داتا، او طبعا انا وهنا انا ممكن اقدر اقول له هنا رن يعني عشان اري رن الجمله يعني. فتلاحظوا ان عملت ري رن للجمله بقى في عندي رقم واحد اللي اسمه احمد التستر 15000 نزل في الداتابيز صح موجود. ولو حبينا ناكد تاني يعني نضيف واحد تاني برضه رقم واحد، موظف رقم اثنين اسمه طاهر، جوب مثلا وديزاينر مثلا، ادي التوافق. لو رحت ليه الداتابيز بتاعتنا قلت له ليه رن فيها تاني الامر، الاقي رقم واحد احمد موجود والاقي طاهر موجود، الدنيا جميله. طب ما تيجي نعمل ايه؟ فايند اول بقى، هات الليست اللي رقم خمسه، فايند اول طبعت لي واحد احمد تيستر 15000، اثنين طاهر وديزاينر 17000 صح. ايديت طيب، تعال نجرب الايديت اثنين، هات انتر انكلي اي دي اللي عايزين نعدله اللي هو مثلا رقم اثنين مثلا. قال لي اسمه طاهر، قلت له طاهر مش عارف طاهر اللي معانا زميلنا مش موجود هو، بس نقول طاهر طاهر محمد مثلا، والديزاينر كما هو 17000 من خلال 20. قال لي تم التعديل، قلت له طب ما نجرب الفايند ونشوف بعض. قال لي الموظف انت عايزه رقم اثنين، قال لي رقم اثنين ده اسمه طاهر والديزاينر و20000 طاهر محمد عدل. جربنا الليست وجربنا الفايند وجربنا الايديت وجربنا الكرييت، فضلنا الديليت بس هي الوحيده اللي نقصان. ريكون ثلاثه احنا هتمسح مين؟ قلت له عايز امسح رقم اثنين ده. قال لي خلاص احنا حذفناه. قلت له طب نرجع نتاكد ان هو اتحذف هنا عندنا من الداتابيز، اروح على الداتابيز نتش غير مين؟ احمد بس هو اللي موجود. طبعا هي سيلكت اسك فروم امبلي اوردر باي كذا مش فارق، لكن هي سيلكت اسك فروم امبلي
ده وحش قوي، عالي جدا. احنا عملنا دلوقتي عملنا بروجكت كامل على البوست جري. ايوه ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله يعني عملت البروجكت كامل على البوست جري؟ ده لازم يبقى عارف الكلام ده طبعا. انت في الشارع مع الداتا مش اي مشكله خالص.